عندنا انفيرس اوف ان باي ان ماتريسز. طبعا هذه تعتبر الطريقة الثانية لإيجاد معكوس مصفوفة. احنا اخذنا الطريقة الأولى وهي كنا نسوي مصفوفة ممتدة A وهنا نحط I N مصفوفة الوحدة ونحولها إلى إذا حولنا هذه إلى I N فسنحصل على inverse بواسطة العمليات الصفية البسيطة. الآن سنتعرف على الطريقة الثانية والتي نستخدم فيها العوامل المصاحبة الكوفاكتورز. يقول لك لتابي سكوير ماتريكس of type n by n if a is non-singular إذا كانت ال a غير منفردة طبعا محددها لا يساوي يعني محددها لا يساوي الصفر لأن احنا عرفنا أن إذا كان المحدد لا يساوي الصفر فهناك معكوس أو المصفوفة invertible قابل للانعكاس. إذا كان يساوي الصفر ما فيش معكوس. إذا then we find its inverse as follows. نذكر الخطوات وبعدين ستتضح بشكل أكبر إذا أخذنا مثال. أول شيء نحسب ال cofactors. يقول لك calculate the cofactor matrix delta اللي تتكون من وإيش؟ تتكون من العوامل المصاحبة. هي نفس مصفوفة من نفس النوع تتكون من العوامل المصاحبة delta ij لمن لكل عنصر aij. بعدين نحسب الـ adjoint matrix. إيش ما اللي نرمز له بهذا الرمز adjoint adj adj من كلمة adjoint. إيش هي الـ adjoint matrix المصفوفة المقارنة والقرينة؟ هي مدور transpose of delta. الدلتا هذه مصفوفة المعاملات نسوي لها تدوير فنحصل على الـ adjoint. طيب هذا الخطوة الثانية نحصل على الجوينت. الخطوة الثالثة سيكون المعكوس والمصفوفة المعكوسة هي واحد على قيمة محدد مضروبة في الجوينت ماتريكس. فمثلا لو أخذنا هذه المصفوفة طبعا نحسب أول خطوة نحسب المحدد عشان نشوف ترى فيه معكوس ولا لا. فنفك المحدد بالطريقة الاعتيادية. يقول لك تساوي 16 يساوي 16 لا يساوي الصفر. إذا المصفوفة non singular و invertible يوجد لها معكوسة وقابلة للانعكاس. الآن نبدأ نحسب الكوفاكتورز. عشان نحسب الكوفاكتورز طبعا نحدد إشارات المكان في كل المصفوفة. نجي نحسب الكوفاكتورز A11 اللي هو الكوفاكتورز حق العنصر اللي يقع في الصف الأول العمود الأول. لاحظ طبعا عشان بس أذكرك عشان ما تلخبط احنا جينا كنا نحسب قيمة المحدد كنا نضرب العنصر A11 في دلتا 11 دلتا 11 نحسبها بالطريقة الاعتيادية. فهنا طبعا احنا ما نحسب قيمة محدد فبالتالي ما ناخذ العنصر انما ناخذ بس المحددة للصغرى مضروبة في الاشارة والماينر حق العنصر مضروب في الاشارة حقة المكان. فنحذف صف احنا العمود يبقى واحد وواحد وسالب وثلاثة وسالب واحد. ايضا لاحظ ان ناخذ الارقام زي ما هي باشاراتها ما ناخذ اشارة المكان. فعندي واحد وثلاثة وسالب واحد وثلاثة. طيب خلصنا من هذا. نجي دلتا طبعا واحد في واحد بواحد زائد ثلاثة باربعة. نجي لدلتا 1-2 نفس القصة نحذف صف نحذف العمود بس هنا لاحظ في ايش في سالب. السالب هذا من هو اشارة المكان اشارة
المكان. بعدين يبقى صفر وثلاثة واثنين وواحد بسالب ستة وسالب قبلها صارت موجب ستة. دلتا ون ثري إشارة المكان موجب، فشوف ما حطينا شيء هنا. بعدين أحذف صف وأحذف عمود، يبقى صفر وواحد واثنين وسالب واحد تساوي سالب اثنين. صفر في سالب واحد صفر ناقص اثنين تساوي سالب اثنين. بعدين دلتا تو ون، لاحظ المكان إشارة السالبة فحطينا السالب هنا. أحذف الصف وأحذف العمود، يبقى واحد وسالب واحد وسالب واحد وواحد صفر. دلتا تو تو الإشارة موجب، أحذف الصف وأحذف العمود، يبقى اثنين وسالب واحد واثنين وواحد. أربعة ناقص آسف اثنين زائد اثنين بأربعة. طبعا وهكذا بقية العناصر. طيب الآن أجي أكون المصفوفة دلتا، أكون المصفوفة دلتا. طبعا إذا جيت أكون المصفوفة دلتا أحط كل عامل مصاحب في المكان حقه. دلتا 1 1 في الصف الأول العمود الأول إذا أربعة. دلتا 1 2 في الصف الأول العمود الثاني إذا هنا ستة. دلتا 1 3 الصف الأول العمود الثاني إذا سالب اثنين. بعدين هنا دلتا 2 1 الصف الثاني العمود الأول صفر. بعدين أربعة، بعدين أربعة، هنا أربعة سالب ستة هو اثنين آخر عنصر. طيب حسبنا الدلتا، قلنا كل عنصر نضعه في مكانه. حسبنا الدلتا نجيب المدور حقها، فإذا جبنا المدور حقها نحصل على الـ joint of A. أخذت الصف وخليته عمود، الصف الثاني عمود ثاني، الصف الثالث عمود ثالث، فحصلت على المدور. طيب جبنا الـ joint of A، الآن بقينا خطوة واحدة عشان نحصل على المصفوفة. طبعا لاحظ المعكوساسة، لاحظ قيمة المحدد يوم حسبناها أولا كانت 16. الآن الـ A inverse يساوي، والقاعدة هي A inverse يساوي 1 على قيمة المحدد في الـ adjoint of A، فواحد على 16 مضروب في الـ adjoint A. هذا الـ adjoint A فأضرب 1 على 16 في جميع العناصر، طبعا يصير 1 على 16 في 4 على ربع، بعدين ربع، بعدين 3 على 8، وهكذا بقية العناصر. إذن هذه هي المصفوفة الـ A inverse، هذه الـ A inverse. لو بغيت أتأكد، لو بغينا نتأكد من الحل معناته نضربها، يبقى quick and check our solution as follows، نضربها من اليمين ومن اليسار، فلو ضربناهم سنجد أنها تعطيني مصفوفة الوحدة، ولو ضربناهم بهذا الترتيب أيضا سنجد أنها تعطيني مصفوفة الوحدة. إذن بالفعل حلي صحيح. طيب عندنا المثال الثاني نفس النظام، نبدأ نحسب المحدد. المحدد يساوي سالب واحد لا يساوي الصغر، إذن الماتريكس نم سينجلر وهاز الانفيرس ولها معكوس. نفس النظام نحسب الكوفاكتورز، فنبدأ بتحديد الإشارات، موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب، ونضرب إشارة المكان في المحددة الصغرى، فنحصل على دلتا 1 1 دلتا 1 2 دلتا، مثلا خلنا ناخذ واحدة، خلنا ناخذ هذه مثلا هذه، فإشارة المكان موجبة، فلاحظ ما حط شيء هنا. يحذف الصف الثاني والعمود الثاني لأن دلتا توتو الصف الثاني والعمود الثاني، فنحذف الصف الثاني والعمود الثاني، يبقى اثنين واحد واربعة وسالب خمسة. اثنين في سالب خمسة بسالب عشرة ناقص اربعة بسالب اربعة عشر. لو جينا لهذه مثلا دلتا ثري تو، دلتا 3 هنا في هذا المكان، الإشارة المكان وإيش سالبة، إذا نشوف حاط سالبة هنا.
أحذف الصف وأحذف العمود 2 و1 و3 2 × 3 ب6 ناقص 1 6 ناقص 1 ب5 وقبلها إشارة سالب إذن سالب 5 وبعدين دلتا 3 بنفس الأسلوب. حسبنا الكوفاكتورز نسوي مصفوفة الكوفاكتورز أو الكوفاكتور ماتريكس بهذا الشكل. نجيب الترانسبوز حقها نحول كل صف إلى عمود. الآن قيمة المحدد بسالب 1 ف1 × سالب 1 يعني بسالب 1 هذه تصير سالب 1 أضربه في المصفوفة تطلع نفس المصفوفة بس كل الإشارات تتغير. إذن هذا هو الإنفرس. نفس النظام لو بغيت أشيك على حلي أضربه في الإنفرس في A و A في إنفرس كلها تطلع تساوي مصفوفة الوحدة. طيب عندي حالة نقدر نقول حالة خاصة لي مو حالة خاصة بس يعني فيه مصفوفات 2 × 2 في طريقة سريعة لحسابها. لاحظ احنا كنا تعلمنا قبل اني احط المصفوفة اللي هي 2 × 2 واحط I2 في مصفوفة ممتدة وبعدين احولها هذه تصير I2 فهنا احصل على الانفرس. والآن تعلمنا الطريقة الثانية وهي عملية العوامل المصاحبة. طيب يقول لك we use the following method to find the inverse of type 2/2. نحسب قيمة المحدد calculate the value of the determinant if it is not equal to 0 then the inverse can be calculated. إذا ما كانت تساوي 0 إذا يوجد المعكوس يمكن أن نحسبه. إيش نسوي؟ نبادل interchange between the main diagonal elements نبادل بين عناصر القطر الثانوي رقم 3 نغير إشارات عناصر القطر الثانوي وبعدين نضرب في المقدار 1 على A بعدين نضرب في المقدار 1 على A. طيب تعال خلنا نشوف ترى الكلام هذا هو ينتج من 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 نفس الطريقة الطريقة الثانية للمصفوفات اللي تعلمناها ولا لا. لو مثلا أخذت مصفوفة A و B و C و D جينا نحسب دلتا 1 1 أشيل الصف اللي فيه طبعا هنا موجب هنا سالب هنا سالب هنا موجب إشارة المكان أشيل الصف والعمود اللي فيه ال A يبقى من يبقى D دلتا 1 2 تساوي سالب أشيل الصف والعمود يبقى C دلتا 2 1 برضه سالب يشيل صف عمود يبقى سالب بي دلتا 2 2 تساوي A. إذن المصفوفة دلتا وش تساوي؟ تساوي D سالب C سالب B A. الأجوينت تساوي أجوينت of A إذا مثلا هذه كانت A الأجوينت of A يساوي ندور الدلتا ويساوي أخذ الصف وخلي عمود D سالب C سالب B و A. فلاحظ هذه أني حط لكم هنا وصلنا على D وسالب B وسالب C و A. وش سويت؟ بادلت بين عناصر القطر الرئيسي. شوف حطيت الA محل الD والD محل أنا في المصفوفة الرئيسية الأصلية حطيت الA محل الD والD محل الA بادلت بين عناصر القطر الرئيسي وغيرت إشارات القطر الثانوي بعدين عشان أحصل على المعكوس أضرب في المقدار 1 على محدد الA. طيب مثلا لو أخذنا هذه المصفوفة
قيمة المحدد 3 تساوي 3 لا تساوي الصفر، أبادل بين هذولي وغير إشارة هذولي فنحصل على هذه المصفوفة اللي هي adjoint of A. شوف يقول لك some matrix is non-singular، محدد لا يساوي الصفر has inverse لها معكوس، نبادل بين عناصر المين diagonal ونغير إشارات السكندري diagonal نحصل على هذه الماتريكس اللي هي adjoint of A، اللي هي adjoint of A. الآن نضربها في قيمة المحدد، قيمة المحدد في واحد على قيمة المحدد، نضرب في واحد على قيمة المحدد يعني في ثلث، نضرب الثلث في جميع العناصر فتحصل على هذه المصفوفة، ستحصل على هذه المصفوفة. طبعا لو بغينا نشيك we can check our solution، نضرب A في inverse سنحصل على مصفوفة الوحدة I2، ولو ضربنا A inverse في A أيضا سنحصل على مصفوفة الوحدة I2.